قالوا الجداد حكاية يمنا يعرفوها الحفاد. العروس تعود العنبر قولي قولي فين بلادها فين أراضيها وصفي تراثها اللي مرسخ فيها قولي فين بلادها فين أراضيها وصفي تراثها اللي مرسخ فيها للا قلت القلوب تتسنى الجواب باش ندقوا الطبول ونكتبوا الكتاب للا قلت القلوب تتسنى الجواب باش ندقوا الطبول ونكتبوا الكتاب يا منا يا منا عروس منقاوت يديك يا منا يا منا راه القبيلة تتسنى فيك يا منا يا منا عروس منقاوت يديك يا منا يا منا راه القبيلة تتسنى فيك يا منا 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 صبرت سالة والدم يفور فين عروستي وردة القصور غير تهنى يا سيدي وسيد سيادي بجهد الله عروستك عندي ايوا تفويجه هادي ما تمنيتها غير ليكم ها السما ها الما ها النعمه ها الخضوره قدامي وني نفوج حتى قلبي شويه طاب لي القلب في الحيوطه ديال داك القصر ايوا قلت راه نخرج نبدل الجو واخا خرجنا غير لجناب القصر ايوا بعدا نبدلو جو بجو ونبدلو وجه بوجه ودرت شي طواجن على الفاخر ما يستاهل غير صبيعاتكم بقات له تكا ويوجد الله عليها راحه يا منى يا منى عروس منقاوت يديك يا منى يا منى راه القبيله تتسنى فيك ايوا تنظن دابا يكون طاب ووقف والمريقه هي هاديك سخون يعطي الخلا حرقني الله 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 اح انا فعر الله والنبي رسول الله والله الا حرق لي صبعاني ايوا الحصول حنا العيالات وشحال فينا تلبحوض اللي جات فينا نقولوا اح وكي غنديروا لهاد العروسه اللي بغاتها لالا السلطان قال لك اسيدي بغات العروسه صباره وفاتت الصبر لهيه وحنا العيالات فينا نغزط البحوط زايده والكبده هشيشه وبلا فايده ايوا كي ندير لها ومنين نجيب هاد العروسه ولكن راكم عارفين يا منى اختكم في الدمه ما مشيت تقلبت ولقيت لها العروسه اللي بغات ايه لقيت العروسه صباره وفاتت الصبر لهيه يا منى يا منى عروس منقاوت يديك يا منى يا منى راه القبيله تتسنى فيك قلبت على الصبر كله وما لقيت بحال صبر ام الشهيد اللي تزغرت في خرجته تزغرت العريس الجنه وما تهضر ما تزيد واش اللي تضحي بولادها على قبل قضيه ماشي فحلة ماشي قاده وقويه عروستنا يا السياد تحارب صهيوني مدجش بطوبه من حجر الارض والعرب واقف يتفرج عروستنا يا السياد تصلي في القدس حاضره واللي الجامع تحت دارو عجزان ويتحجج بلاد عروستنا اليوم جات في قلب بلاد الشرق الوسطاني فيها صخره منها عرج للسماء سيدي محمد عليه الصلاه والسلام سيدي وسيد عياني بلادها دارت فيها معارك طاغيه نقولوا اليرموك نقولوا عين جالوت وزيد وزيد صلاح الدين الايوبي وجنوده ما عليهم كلام ردوا الارض وحرروها وسدوا الفم من ارضها عليها الصراع من زمان كان ومازال وغيبقى واختكم يا منى غتجيها الدقه الا ما بغاوش هاد العروسه ولا خرجوا فيها شي لوله يا منى يا منى عروس منقاوت يديك يا منى يا منى القبيله تتسنى فيك لا 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 لا, لا. ما بقى لهم ما يقولوا هذه هي عروستنا ايوا النوض النوض نرمي عليا شي كوفيه بغيت نقول خماري ونمشي نقلب على العود القماري اللي يليق بعروستنا ايوا الحصول هاد الطويجن ما كان ليش في المكتبه غادي نوض نشد الطريق دابا دابا باش نجيب عروستنا الغاليه المحضيه المهديه ونطلب الفكاكه ليكم وليا الله تكون في النصيب ويتزوجوا ونرتاحوا ويك ويك تزوجوا هنين يا منى يا
منا عروسنا نقاوت يديد يا منا يا منا راه القبيله تتسنى في ايوا بنتي يا الحضياني عرفتي الجواب ولا نزيد تاني ايوا الا عرفتي الجواب نزلي للصندوق وشوفي الشروط وصيفطي الجواب وكيف تنقول ديما راه ما غنخليوش الحباب والله يرحم من جا وجاب ايوا نتلاقاو في الحلقه الجايه قالوا الجداد حكايه يا منا يعرفوها الحفاد العروس تعود العنبر قولي قولي فين بلادها فين أراضيها وصفي تراتها اللي مرصة